الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شاء الله من شيء بعد. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، ايها المسلمون الكرام، اخرج الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذه الكلمات القليلة في مبناها والعظيمة في دلالاتها ومعناها ينبغي لنا أن نتوقف معها أو نقف وقفات، خصوصا في هذه الأيام. قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. وكلمة مغبون معناها الإحساس بالخدعة والغش أو الخسارة، وبيظهر معنى هذه الكلمة في البيوع. عندنا حالة الغبن في البيع، وهي أن الإنسان لما يشتري سلعة بأكثر من ثمنها فيأتيه إحساس بالغبن، وكأنه قد خدع. هذا الإحساس أيها المسلمون الكرام يجري على الإنسان يوم القيامة لما تعرض الصحف وينتظر كل إنسان كتابه، فمن أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابي. ده إحساس بالسعادة العظيمة، هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي وهو في عيشة راضية في جنة عالية. والآخر: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يعني الموت، يا ريت لو الموت ده كان النهاية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني، هلك عني سلطان، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطان. هذا الإحساس أيها المسلمون الكرام هو إحساس الغبن. ولهذا سمى الله عز وجل يوم القيامة بيوم التغابن. قال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يوم التغابن أي ذلك يوم الحسرة، يندم فيه العباد أن تقول نفسي يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أيها المسلمون، الإحساس بالغبن أشد ما يكون يوم القيامة، لما الإنسان يطلع
إلى أعماله. ولما يشوف الناس اللي كانوا معه في الدنيا هنا على الإيمان منعمون، وهو يكون خاسر في العذاب. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. خلاص انتهت قريبي وأخوي ود عمي وهلي، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي، يقصد المؤمنين، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قال فاتخذتموهم سخريا، كان بتسخروا منهم لما يدعوك للإيمان، بتسخر تستهزأ، لسه الحياة طويلة، وإحنا شفنا في الدنيا شنو، ولسه إحنا صغار، مسألة صلاة وصيام وتعبد ربنا وكذا. يقول لك خلال الناس الكبار، إحنا لسه شباب. ربنا قال: إني جزيتهم اليوم، زي ما كنتم تستهزئوا بهم زمان، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنه هم الفائزون. ولهذا أيها المسلمون الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا على النعمتين دي، قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، بيغبن الإنسان لما ما يستغل النعمتين دي الصح. قال: الصحة والفراغ. ولاحظ النعمتين دي ما بيجتمعوا مع بعض إلا والإنسان في قمة الراحة والسعادة. لما يكون الإنسان صحيح في بدنه ومع ده عنده فراغ، لأنه ممكن تكون صحيح البدن لكن مشغول بالمعايش، ممكن تكون صحيح البدن لكن مهموم القلب، فما بيجتمعوا الاثنين، صحة في البدن وفراغ القلب من الهموم وفراغ اليد من الشغل، دل ما بيجتمعن إلا وأنت في قمة الراحة. عشان كده النعمتين دل لو ما استغليتهم صح حيجي يوم من الأيام وتندم عليهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الشعور بالغبن لما يفوت من الإنسان ما يأمل وما يحلم به. ولهذا نحن في هذه الأيام أيها المسلمون الكرام ننعم بنعمة من الله عز وجل علينا، بنعمة الصحة في بلادنا، والناس يتخطفون من حولنا. لو نظرنا للبلاد الحوالينا كلها، ما من بلدة منا إلا وانتشر فيها الوباء بنسبة كبيرة. ونحن الحمد لله الآن إلا عدد قليل جدا ومشكوك في صحة ذاته. بنعمة من ربنا يا أخوانا، نحمد الله عليه، بنعمة من ربنا. والله لو نزل علينا الوباء ليس لنا به طاقة، لا عندنا وسائل وقاية، ولا عندنا سبل للعلاج، ولا عندنا ثقافة مجتمعية تساعدنا على الوقاية والحذر من المرض. والله نحن لولا نعمة ربنا علينا تتوفر فينا كل أسباب الهلاك بهذا المرض، والله تتوفر فينا كل أسباب الهلاك بهذا المرض. لا صحة ولا رعاية طبية ولا وعي مجتمعي ولا شيء.
لكن عناية ربنا سبحانه وتعالى بنا إن هذا المرض لم يجد طريقه إلى هذه البلد بعد، والحمد لله. فأولا نشكر ربنا على هذه النعمة، وندعو الله تبارك وتعالى في سجودنا وفي صلواتنا كلها وفي أوقات الإجابة إن ربنا يمنع عننا المرض ويحصن بلدنا، لأنه ليس لنا به طاقة، زي ما ربنا قال في دعاء المؤمنين: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذا كانت الدول العظمى، الدول اللي فيها اللي بيجينا منها الدواء والعلاج، واللي بيجينا منها الإرشادات الطبية، واللي بيقرأ منها بيمشي بيقرأ فيها، هي الآن تولول من هذا المرض، فكيف بينا نحن؟ أحمد الله على هذه النعمة، نعمة الصحة. وأيضاً الإجراءات العامة والإجازات والعطل اللي حصلت في البلد وتعطل المصالح، دفعنا أن نكون في بيوتنا، فتوفرت عندنا نعمة الفراغ، لأنه كانت عندنا أشغال وهمية زحمة زمننا نحن، أكثر وهمية زي ناس مشغولين بالتسكع في الشوارع وحفلات وتجمعات وغيرها من المشغوليات الوهمية. بقينا قاعدين في بيوتنا، ينبغي أن نستفيد من هذا الفراغ. يا أخي أرجع بيتك وافتح المصحف أقرأ القرآن، أرجع لكتاب ربنا اللي نحن أخذناه في الدولاب من رمضان الفات، أرجع أقرأ القرآن، صوم لك أيام في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله واحد باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يوم واحد. أقعد مع أولادك أعلمهم كلمة خير، أفهم ما في نفوسهم وما في قلوبهم. أنت مشغول حياتك كلها، جاري وجاي وأولادك يحملوا أفكار أنت ما تعرفها، ويصادق ناس سيئين أنت ما تعرف. أقعد معهم وأعرف ما عندهم، وغيرها من الأمور. اسعى في عمل الخير، أصلح نفسك. هذه الأيام فيها فراغ، وينبغي أن نستغل هذا الفراغ استغلالا صحيحا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأله تعالى أن يعافينا عافية تامة، وأن يشفي مرضانا شفاء عاجلا غير آجل. أسأله تعالى أن يوفر علينا نعمته بالأمن والأمان والاستقرار والصحة والرخاء في بلادنا. إن ربنا جواد كريم، وقوم إلى الصلاة يرحمه.